وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم غاده محمود. هنعمل مع بعض النهارده بقى بليله جميله بقى وطعمها جميل ومغذيه ومفيده جدا. معايا المقادير بقى، عندي المكسرات زبيب سوداني مبروش اي مكسرات عندي، وعندي سكر وجوز هند ونشا وقشطه وكيلو لبن حليب. هحطه على النار اهوت، ومعايا الغله اللي هي القمح هنقعها 5 6 ساعات واصفيها وهكون غسلها ومنضفاها ونقياها كويس. ربع كيلو قمح او نص كيلو حسب الكميه الافراد اللي انت هتعملهم، وبعدين هحطها في ميه تغلي وتتسلق. هسلقها زي ما يكون عايزاها تستوي قوي في السلين، شايفين؟ هعلق عليها واطلها قوي قوي لما تتسلق خالص، والحبايه بتاعتها تبقى جميله مستويه خالص اهي. هصفيها بقى من الميه دي. طبعا غسلها ونظفها كويس جدا. انا بقى هخليها بسم الله الرحمن الرحيم. هخليه بقى بالسكر، والسكر ده بقى اختياري، كل واحد بقى وذوقه في التحليل. الناس بتحبها حلوه شويه وناس بتحبها يعني معقوله كده متوسطه كده، متبقاش مسكره قوي. ندوب السكر كويس. معلقة جوز هند، عندي بقى شوية فانيليا ده ريحة جميلة كده. مغذيه بقى للاولاد اللي بيذاكروا، جميله بدون طاقه وجميله، حاجه حلوه جميله وتحليه جميله مفيده جدا. هنزل بقى بشويه زبيب بالقمح اهوت اللي انا سلقته ونضفته كويس ونقعته قبل ما اسلقه عشان يستوي معايا بسرعه ما ياخدش وقت في السوا، عشان هو كده بقى في اللبن هو مستوي خالص اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى اسيبها شوية تغلي كده معايا من اللبن جوز الهند السكر حباية القمح تشرب بقى كله من بعضه. وبعدين قلبت معلقة النشا اهي بشوية مية،
حطها على الاخر عشان عايزه حبيت القمح كده تشرب من اللبن. تاخد من الطعم كده والتطعيمه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. احط النشا بقى واقلب. بتقلب لما بتحط عشان ايه؟ تلف بقى معايا بتبقى جميله. تبتدي تتقل بقى شويه. الفانيليا طالعه جميله. واللي عايز يحط قرفه بقى يجرنشها بالقرفه كده على وش الطبق والبوله. نحط قرفه لكل واحد بقى حسب ما بيفضل ايه. وانا المكسرات اللي هو عايز يحطها يحطها. حطيت لها شويه زبيب في الحله اهيت. ده طعم جميل وتذكرة جميلة كده. هنحط بقى معلقة القشطة ديت في الآخر. ده طعم جميل بقى. الله جميل. بس وكده هنغرفها بقى. شايفين بقى قوامها جميل ازاي؟ طعمها كمان اجمل كده. بقى نغرفها كده خلاص. اطفى عنها بقى. هي اما تبرد كمان تتماسك شويه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها بقى من اي مكسرات انت عايزه تحطها لا تحطيها.
شوية فول سوداني، شوية جوز هند. بسم الله الرحمن الرحيم. عجبتك الوصفة بقى؟ اعملي لايك وشير واشتراك للقناة. لو بتشوفيني أول مرة اعملي اشتراك للقناة عشان يوصلك مني كل جديد. جربيها بقى هتعجبك جدا. جميلة، الله ريحة السودان المحمص جميل. شوية زبيب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ما تبرد شوية تجمد شوية. طبعا المكسرات اللي انت بتحبيها. اتفضلوا بقى بالهنا والشفا. بس مش بقى تعملوا لايك وشير. الله ريحتها طالعه جميله.